وينضم إلينا من القدس المحتلة إسماعيل المسلماني خبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك أستاذ إسماعيل. يوم يعد هو الأسوأ على الإطلاق منذ بداية هذه الحرب أو حتى جميع الحروب التي خاضتها إسرائيل خلال العشرين عاما الماضية، سواء على الضفة الغربية أو حتى على القطاع. الحديث عن 400 شهيد ارتقوا في يوم واحد، وكانت إسرائيل قد أعلنت أول أمس بأنها ستكثف من نيرانها وقذائفها على قطاع غزة. كارثة إنسانية تتجدد على مدار الأيام. نعم، صباح الخير. واضح جدا بعد أن أعلنت بالأمس كل من البيت الأبيض وكندا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا بالدعم الكامل لإسرائيل وحربها على قطاع غزة، واضح أن ما يجري الآن هو تحت القصف الهمجي الذي يتعرض إليه كل قطاع غزة. ليس هناك بمأمن، لا في بيت ولا شارع ولا شمال ولا جنوب ولا غرب ولا شرق. يعني كل الذي تحاول إسرائيل الآن أن تعمله أصبح واضحا، زرع الخوف وزرع الرعب ليس فقط في قطاع غزة وإنما في الوطن العربي والعالم. هذه هي الرسالة التي تريد إسرائيل أن ترسلها وأن تعيد إلى الأذهان. السابع من أكتوبر ما جرى بهم الآن هي تعيده بمستوى أعلى وبمستوى أعنف حتى يزرع في الذاكرة لعدم تكرار ما تم تكراره من أي قبل من أي جهة. هي رسالة للبنان، لسوريا، لإيران، لدول المحور تماما بأن ما يجري في غزة هو العصر الحجري وسوف يتم إبادة كل بشكل جنون وبشكل هستيريا الذي يحصل. هذا الهدف الأول. الهدف الثاني والأساسي هو القضاء على حركة حماس على المستوى السياسي والعسكري وإنهاء هذه الجيوب بين قوسين كل الجماعات أو الفصائل الفلسطينية وتأمين الغلاف النظام الأمني الجديد. إسرائيل هي لا ترى أي أحد، إسرائيل فوق القانون، إسرائيل هي فوق العالم. هي تقول للفلسطينيين هكذا، هذه رسالة الليلة كانت: لا أحد معكم، لا أحد من الدول العربية، لا أحد من المجتمع الدولي، لا أحد. بالرغم من خروج وبالرغم من الإدانات وبالرغم من التصريحات الزعماء، إسرائيل ما زالت تمارس القوة على الأرض وتفرض سيطرتها لإعادة الصورة والهيبة والنصر. ما هو النصر الذي حققته؟ هو معظمهم بأكثر من 70% معظمهم من الأطفال والنساء. لا يعقل هذا الحجم في ظل عالم يتكلم عن حقوق الإنسان. هم آخر من يتكلمون عن حقوق المرأة، عن حقوق الطفل، عن أي من مجالات الحقوق الإنسان. سقطت هذه الأقنعة الزائفة أمام ما يجري في قطاع غزة. لا يعقل أن تكون دولة تملك هذه المعدات وتملك كل الطائرات والدبابات وثم يكون الحديث عن مواجهة مجموعات أو مواجهة مقاومة فلسطينية، أن يتم استهداف مدنيين من أجل أولا ترويع النساء وترويع الأطفال والشيوخ وعليهم أن يقلبوا قلب الطاولة. هذا الذي تهدف بالهدف الثالث، يعني عدم السماح لأي من الجماهير أو أي من الحاضنة الشعبية أن توفر للمقاومة. كذلك الهدف الخامس الذي من خلاله هي تريد إيصال رسالة بشكل واضح بأن ما جرى في إسرائيل لن يتكرر مرة أخرى وأن الهدف البري سيكون هو الهدف الأخير بالقضاء على كل ما يمكن للمقاومة الفلسطينية. هي تعتقد بهذه الصورة وبهذه الحجم. يعني ما الذي يحدث في غزة الآن؟ يعني هل من العالم ينتظر المأساة وينتظر كل هذه المجريات التي تجري على الأرض؟ واضح جدا أن المؤامرة كبيرة على قطاع غزة تهدف لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية بعيدا عن قضية سيناء أو الأردن أو إلى آخره. ما يجري هو إبادة جماعية لم تحصل لا حتى في النكبة ولا النكسة ولا أكتوبر ولا في أي حروب، حتى في الحروب العالمية التي توزعت، الحرب العالمية الأولى أو الثانية توزعت على معظم الدول، لم يكن بحجم هذا الدمار على المستوى الماء والوقود والغذاء
وكل ما يتعلق وكل الذي دخل هو فتات، يعني لا يحل لا أي مشكلة ولا أي شيء. كل العالم يعرف أن قطاع غزة قبل 7 أكتوبر كان يدخل أكثر من 500 شاحنة. الهدف واضح والرسائل واضحة، وبايدن بيتصل على نتنياهو: التروي التروي لعدم الدخول البري. وما الذي يجري الآن؟ الذي يجري هو تصفية كاملة، إبادة لشعب كامل، يمنع من أن يفكر بأي شيء. يعني ما مستقبل الآن قطاع غزة؟ سوف تعود إلى أكثر من بدها سنوات وعشرات السنوات من أجل أن تستعيد عافيتها، تستعيد من وضعها. الأطفال الذين الآن كل قطاع غزة كلهم بحاجة إلى علاج وإرشاد، عداك عن موضوع الكبار الذين هم يعني حالة مأساوية. وبالرغم كل المأساة والرغم كل هذا القهر الذي الآن، إلا أن المعنويات عالية، ما زال القصف من قبل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ مستمر، للدلالة أولا على هذا الصمود، للدلالة على أن المقاومة الفلسطينية ما زال. هذا جعل إسرائيل أكثر عرضة وأكثر يعني إيلاما وانتقاما في عملية الرد الموجود.